فهمتكم وين الشباب؟ اسمع يا ابوي عطر كاسر عطر روح يو هلي زهقان يو هلي طفشان يو هلي زهقان يو هلي طفشان خلك معانا تبتسم وتغيب الاحزان خلك معانا وش من نامونه وش من نامونه وش من نامونه وش من نامونه وطيب قلبي يا هلي وش من نامونه وطيب قلبي يا هلي وش من نامونه او يا مغوى او يا محلى او يا مغوى او يا محلى هذا شغل عادل او يا مغوى والله كنا رقم 10 ما يضحك احمد ربك انت على النعمه وزين مني انا صد زوجتك زين بس خلاص اقول لك ام شموخ سير سوي لي قرص بيض نعم انا ادخل المطبخ واسوي لك انت قرص بيض اذا انا كنت بروحي جوعانه ومعتمده على سنتوش تحالة من تاكل وين مره مشموخ حبيبي سيب لي كوب ماي با روح ظهري يعورني من الشنطة هاي مع المدرسة وتوني بعد شال الطاولة ما شو ناس حلوة واجباتي بس تسكت وين احترام رب الأسرة يرحم أيام زمان طراقات لو تي قبل الموعد بعشر بعدين لعن خيرك أيام زمان غير تحصل الولد نشيط هب تريح والاحترام الكبير غير ما توا أنا أمر عليك بين كم أنا أتذكر مرة ياسين على الغداء وكانت أمي هذا أنا توني كنت شايفتنها فاطمة قالت لي بيت ربيع وبيت عبد الله ومسعود كلهم بيصيروا يسلموا على الأوادم جايين من العلاك أنت ما بتصير تسلم عليهم بس إيش أبالهم هنا شيخان وحدي ما حيد هنا شيخان أريد أكل شيء شيخان الحين جيت ها هين كنت ما كنت سكت الدقايق اقول لك قوم سيب لي الرطب خلينا ناكل تلبا حرك ذوكم الأدب قايب لنا الرطب هير الغسال قوم هابا واتبه الزبلاك الرطب هنا الماي ذكرت
با ما ما با ايت ايت ابو قولوا مره واحده هذا تب هذا ماي هذا غسال انا تعبت ساهر جاي ساهر جاي انتوا اي شيء تبوا كتبوا لي دخل ورشه نعم ايش قلت ايش رايك انت تستريح ونحن نقوم ونشتغل لا ما الابا عاقبوني ايام ايام اول اي انت رقود اي اي ومات البطل مات البطل انت ما الاخبار انت سنتوش تعال ابلي ماي ما يقدر ارباب هذا امور نفر ايار رقم واحد كيف ارباب انا ركب سمسم امور داخل سيارة بعدين لو طلب هذا امور ويمشي سمسم شارع بعدين يمشي يمشي زيادة 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 بعدين هو ترتيب ايوه ارباب بعدين هو يمشي سيارة هذا المونيدي بعدين ايوه 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 وشخ ناقة وش لا لا ارباب هذا يجي سمسم غير مني هذا المونة هو ترتيب هاند بريك ايوه ارباب ها ها هاند ها هاند هاند بريك بس خلاص زو بعدين بعدين سيارة يمشي مني هذا المونة هذا المونة نية حبر امور ما فيها هذا المونة فيها بعدين في التية في برا برا سيارة على هين أرباب أنا في أور داخل ريول من السويرة أور زين يعني وش المطلوب؟ أنا ما في يجيب ماي بعدين أنا أريد إجازة ثلاثة يوم أرباب نعم؟ إجازة ثلاثة يوم على وش؟ ليش؟ أرباب أنا في أور داخل ريول من تحت أور أور وابوي أنا وابوي متعور؟ يرحم أيام أول ما تسمع الاخبار اذا تعور ما متعور شد حيلك انت بتشتغل غصبه من عينك على وش ارباب اعور ما يقدر شغل ما اي شغل انت انا اتذكر مره امي كان عندها سياره بيك اب وكنا طالعين كل يوم نتيح عادي يلا بنروح النحل زهقان